تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى أديبات الإمارات الذي ينظمه المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك حتى 21 من سبتمبر الجاري. وبذلك للوقوف على أبرز المحاور. أكثر من 20 أديبة وشاعرة إماراتية تجتمعن اليوم في ملتقى أديبات الإمارات الثامن ليواجهن معا تحديات كبيرة في استقطاب أقلام جديدة وكسب ثقتها لإعادة تفعيل دور ونشاط رابطة أديبات الإمارات التي يقف وراءها المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ليكون بذلك هذا المحور هو التحدي الأبرز الذي يناقشه الملتقى إلى جانب قضايا مهمة خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الأدبي للمرأة الإماراتية، كما أكدت صالحة عبيد غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي في كلمتها. هذا هو ملتقى أديبات الإمارات الثامن الذي نستقطب فيه عدد من الكاتبات والمبدعات الإماراتيات في مجال القصة والشعر والرواية والمسرح وأدب الطفل وسواها من صنوف الأدب للمشاركة في عدد من الجلسات والحوارات المفتوحة والأمسيات الأدبية. من خلال هذه الجلسات أيضا ندعو المواهب الشابة للحضور وأيضا لرعاية أعمالهم وتطويرها والاطلاع عليها من خلال الأديبات المخضرمات في الدولة. الملتقى يتضمن عدة جلسات حوارية وأولها سلطت الضوء على تجربة الرواية الأولى والدوافع وراء كتابة الأدب، وعلى مدى 3 أيام سيتمكن المشاركون في الجلسات المتنوعة من التعرف إلى ملامح الرؤية المستقبلية لواقع تجربة الأديبة الإماراتية. والحقيقة أنا أكثر شيء حبيته في الكلام اللي أنا قلته أنه كنوع من التشجيع لكل الناس اللي عندهم رغبة أنهم يكتبون، أنكم لا تتهيبون أبداً ولا تحطون في بالكم أنه إذا إحنا ما كتبنا وإحنا صغار معناته الفرصة مو موجودة أمامنا أن إحنا نكتب، بالعكس. حلو هذا الملتقى أن أيضاً في هناك أسماء مثلاً سمعنا عنهم لكن لم نلتقي فيهم، فهذا اللقاء يجمعنا دائماً ككاتبات إماراتيات وأيضا يكون يعني تقارب بيننا وبين الوجوه الجديدة التي يعني طلعت على الثقافة في دولة الإمارات. لطالما دأب ملتقى أديبات الإمارات من خلال دوراته السابقة ودورته الحالية على إيجاد مساحة للإبداع وبيئة خصبة لتبادل الخبرات الأدبية بين الأجيال المختلفة. في الإبداع الشعري والقصصي وأدب الطفل، قراءات تقدم الواقع الأدبي الإماراتي وجهود المرأة فيه هنا في ملتقى أديبات الإمارات. لأخبار الدار فايزة ضنحاني الشارقة.